أهلا بكم. تتميز العلاقات المصرية البلجيكية بالترابط في كافة المجالات منذ أربعينيات القرن الماضي، وذلك نتيجة للموقع الإقليمي الذي تحظى به كلتا البلدان، حيث تعتبر بلجيكا قلب الاتحاد الأوروبي والعاصمة السياسية لأوروبا لكثرة مقار الاتحاد فيها. شهدت العلاقات بين مصر وبلجيكا تناميا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وهو ما برز من خلال التوافق السياسي بين البلدين وزيادة الحركة الاقتصادية والثقافية المتبادلة. وفي إطار الشراكة التي تجمع مصر ببلجيكا، أعلن حلف شمال الأطلنطي الناتو في عام 2017 اعتماد سفارة بروكسل بالقاهرة كنقطة اتصال بين مصر والحلف وتعزيز الحوار السياسي بين الجانبين. وفي عام 2017 انعقد اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الأولى منذ إبريل 2010 بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. في سبتمبر 2019 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء بلجيكا حينها شارل ميشيل في نيويورك على هامش اجتماع الرعاية الصحية الشاملة في الأمم المتحدة، حيث تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة له على انتخابه في يوليو 2019 رئيسا للمجلس الأوروبي. وحول العلاقات الاقتصادية، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا خلال عام 2019 ليبلغ نحو 1.5 مليار يورو، كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى بلجيكا بنسبة 0.8% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 مقارنة بذات الفترة في 2019 لتصل إلى نحو 256 مليون يورو مقابل 254 مليون و900 ألف يورو. وعلى المستوى الثقافي، فهناك الكثير من الفعاليات الثقافية التي تتم بانتظام بين الجانبين المصري والبلجيكي، كما تتواجد بعثات أثرية بلجيكية في مصر منذ عام 1907، ومنها 4 بعثات أثرية تتواجد حاليا في مصر. تعد بلجيكا من المستثمرين في قطاع السياحة المصرية، علاوة على أنها لا تزال ضمن أفضل 5 وجهات سياحية للسائح البلجيكي على مستوى العالم. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا أبرز أوجه العلاقات بين مصر وبلجيكا في مختلف المجالات. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.